طيب السلام عليكم مرة ثانية. شو السكرين اللي مبين عندكم؟ سلايدات نفس السكرين. نفس السكرين اللي مخربش عليه؟ طيب الآن خلينا نروح على الرسمة اللي هي أصلا من الكتاب. إذا لاحظوا الرسم بتاعنا السابق، أوكي، هذا الآن صار الكتاب اللي أمامنا نفهمها. لاحظوا عندنا بس دكتور لو تحكي عن السالفج فاليو. هلا بحكي لكم، بس أساس نطابق بين الكلام اللي في الكتاب وبين اللي إحنا حكينا. هاي الكوميوليتيف كاش بوزيشن اللي هو الواي أكسس، بداية ستارت أوف كونستراكشن اعتبرنا أول كاش بندفع، أوكي، اعتبرنا أول كاش بندفع، وبالتالي هاي اللاند. بعدين الفيكس كابيتال انفستمنت مكتوب ديبريشبل نعلق عليها فيما بعد. هاي دفعنا 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 وصلنا للنقطة هاي. بعدين عندنا الوركينج كابيتال، اوكي، وركينج كابيتال انفستمنت، وفرعناه قلنا الوركينج كابيتال عبارة عن أربع شغلات. وبعديها بدأنا في الإنتاج، اوكي، بدأنا في الإنتاج إلى آخره، لحديت ما انتهينا بالعمر الافتراضي اللي في الحالة هاي حطيناه كأنه 10 سنوات end of project life اللي هو موضوع الشت داون. وقلنا عند الشت داون لما بنخلص الشغل تانا أنا عندي المربح تاعي، أوكي، اللي هو من هون لهون يضاف إله الأرض والسالفج فاليو والوركينج كابيتال، وبالتالي بصير النت بروفيت أوفر the total life of the project بدها تكون من هون له. هذا هو المربح تاعنا. والباي باك بيريود اللي هي 5 سنوات هي مبينة عندنا هون، اوكي. الان هاي الحالي اللي هي هذا الخط تاعنا، هاي الحالي انا ربحان، اوكي. هاي الحالي التحتانية شو انا بكون؟ خسران. طيب بس لانه لسه في عندي هاي الشغلات لما ضفناها رجعني للصفر، اوكي، ما لناش علاقه فيها، خلينا انه هاي حالات خاصه، خلينا فيها. ارجع للسالفج فاليو، انا كنت بدي اعلق على السالفج فاليو. قلنا السالفج فاليو الفاسيلتيز والمعدات اللي عندي اللي هي نص عمر او بلا عمر، قلنا اقل شيء ببيعها سكراب، وهذا الكلام صحيح على معظم الصناعات جلها إلها فاليو، بنسميها سالفج فاليو، عادة 5% إلى 10% من قيمة المعدات اللي عندي. يعني إذا أنا عندي مثلا معدات وفاسيليتيز ومباني وإلى آخره مكلفتني مثلا 1,000,000 دينار، بالأخير ممكن أبيعها ب 50,000، 50,000 100,000 بتجيب لي من غير الأرض. طيب هذا كلام صحيح لمعظم الحالات. هناك حالات استثنائية السالفج فاليو تاعتها ممكن تكون صفر، وفي حالات اخرى استثنائيه اكثر السالفج فاليو ممكن تكون نيجاتيف. كيف يعني نيجاتيف؟ دكتور ممكن اذا صار دمار او شيء بالمصنع؟ لا، باي ذا واي عم بيسجل. دكتور عم بيسجل. طيب مزبوط. إذا صار دمار يعني هذا صار حادث، ما نتحدث عن الحوادث. إحنا ما نتحدث عن الحوادث، نتحدث عن مصانع في الحالات الطبيعية. أحكي لكم قصة صارت معي أنا شخصيا. لما كنت طالب في الجامعة في أمريكا بالماجستير، لما كنت في الماجستير كان هذيك الأيام، هذا الحكي بالميد 80s تقريبا، فكان في جهاز كمبيوتر. هذيك الأيام كانت الكمبيوترات مش زي هيك زي ديسكتوب، كان في كمبيوتر يعني شبه مركزي ومخذين منه خطوط، يعني بيكون عندك سكرين وكيبورد تطبع عليها والكمبيوتر في مكان ثاني.
المهم الكمبيوتر كان عبارة عن ماخذ غرفة، وغرفة مكيفة كمان، يعني لازم يكون فيها تكييف لأنه لما بيحمى الغرفة بتعرف كمبيوتر حس أي كمبيوتر بتلاقي حامي، وبالتالي لازم يكون فيه تبريد. فالكمبيوتر اللي هو عبارة عن غرفة كاملة تقريبا أو عبارة عن أجهزة كبيرة زي الخزائن كذا خزانة محطوطين في غرفة مكيفة. راحت الأيام، إجت الأيام، طلعت البيرسونال كمبيوترز الـ PCs اللي هي الديسك توبس هاي، وتطورت بحيث أنه بطل حدا يستخدم الكمبيوتر المركزي لأنه الديسك توبس كانت more efficient than the centralized computer المين فريم اللي كان عندنا. طيب ما في مشكلة، فبطلوا شغلوا أصلاً، اللي كانوا يعرفوا شغلوا طلاب الـ PhDs وهذول تخرجوا، والدكاترة صار عندهم كمبيوترات PCs، وبالتالي صار لما يتعطل الجهاز الرئيسي هذا نضطر إحنا نحكي مع شي دكتور من القدامى، يا دكتور شغل لنا الجهاز، يعني يعملوا ريستارت. الريستارت فيلم هندي، بده يجيب الأوبريتنج سيستم اللي هو كان عبارة عن أشرطة زي كاسيتات، بس الكاسيتات الكبيرة اللي هو قطر الكاسيت عبارة عن 30-40-50 سنتيمتر، 30 سنتيمتر تقريبا، عبارة عن زي الماجنتيك تيب زي الكاسيتات القديمة تاعت المسجلات، بس اللهم عريض وكبير. ففيلم هندي تشغيله، طبعا مع الزمن بطل هذا شغله، انتهينا، صار كل واحد عنده بي سي. راحت الأيام، اجت الأيام، القسم احتاج الغرفة اللي موجود فيها الكمبيوتر مكيف وسبيس، فبدنا نفضي الغرفة ففيها كمبيوتر كبير، فبلشوا يحاولوا يبيعوه. بالأخير جاهم واحد قال أعطوني $5,000 عشان أطلع لكم إياه لبرا عشان أخذه. لأن شو معنى هذا؟ صارت السالفج فاليو للكمبيوتر هذا القديم، شو صارت؟ بالسالب، صارت بالسالب، لأنه بدنا ندفع له تيشيله تيفضين للغرفة. فبالتالي دفعوا، بالأخير جاهم واحد من الفنيين اللي بيشتغلوا يعني بشكل زي عقد يعني خارجي مش موظف جامعة، يجي كل أسبوع مرة أو مرتين على القسم، كان خلاص أنا بشيل الكياب بلاش. صارت السالفج فاليو هون إيش؟ زيرو، صفر. لأن أجيب لكم الآن مثال صناعي، هذا مثال يعني صار معنا على مستوى كمبيوتر، على مستوى صناعي. لنفترض أنه في عندي موقع في مصنع وعم بتعامل مع مثلا راديو أكتيف ماتيريالز، أقول لكم إحنا مش موجود عندنا في الأردن، بس افرض أنه عندنا مصنع توليد طاقة كهربائية بالطاقة الذرية بالطاقة النووية، حيكون في عندنا وقود ذري وفي عندنا ويس وعندنا معدات. الآن بعد عمر طويل 50 سنة، بعرفش كديش العمر الافتراضي داعهم، نفترض اقتربت السكن على الموقع، وبالتالي بدنا ننقل من مكان إلى مكان آخر بعيد. الآن المعدات تاعنا بدنا نعمل مصنع جديد أحدث، معدات حديثة وإلى آخره. الموقع القديم مش في معدات وفي أرض؟ طيب الآن إلو سالفج، شو تتوقع السالفج فاليو تاعته تكون؟ مين بده يشتري معدات كانت متعرضة لإشعاعات؟ محدش بيشتري. والمصنع لازم يبدل، لازم يغير، لازم يفضي الموقع يحط معدات أحدث مثلا، أو يفضي الموقع، بس خلينا نقول نفس الموقع بس بدنا نحدث. تمام، بدك تحدث الهيت اكسشينجرز البامبس الواتيفر، هاي كلها صارت راديو اكتيف، وبالتالي لما تيجي تتخلص منها بيع ما حدا بيشتري، بدك تضطر تدفع فلوس لناس عشان يجوا بس يشيلوها ويتخلصوا منها بطرق آمنة. صار الآن صارت السالفج فاليو عندنا شو تساوي؟ نيجاتيف. بس هاي حالات استثنائية. الصناعات بشكل عام، البتروكيميكالز، الكيماويات، الأدوية، هذا كله السالفج فاليو is usually positive. هي خلصنا مما يسمى بالإيكونوميك لايف of a project. الآن الكابيتال انفستمنت ذكرنا أنه في عندي الفيكس كابيتال انفستمنت عندنا working capital، ومجموعهم يساوي التوتال كابيتال انفستمنت، علقنا عليها. طيب هاي بحب أعلق عليها وإن كان ملاش علاقة في موضوعنا،
بس لأنه بصير في لبس عند الطلاب بين هذه النقطة هاي. شو سميناها؟ payback period. payback period. وفي عندنا شغلة أو نقطة بنسميها break even point. BEP. break even point. لاحظ break even point الوحد ال payback period شو الوحدة تاعتها؟ payback period period. time. هلا break even point مش time. The break even point هي production rate of production. rate of production. كيف عندي rate of production؟ باللغة العامية تاعتنا قديش لازم أبيع تا أطلع راسي براس. طيب قديش لازم أبيع على العمر الافتراضي تاع المصنع؟ لا مش على على العمر الافتراضي تاع المصنع، على مدى شهر أو سنة أو يوم حسب نوع المصنع. هلا إحنا في الصناعة كثير من الأحيان نشتغل بلغة الشهر. المحلات التجارية مثلاً السوبر ماركت كثير من المصانع صغيرة الحجم بيشتغلوا على الشهر. المصانع الكبيرة بيشتغلوا على السنة، بمعنى كم لازم أبيع بالسنة، كم لازم أبيع بحيث إني أطلع راس براس بآخر السنة. هلا على مستوى الشهر، خلينا على المثال اللي أمامنا الآن، خلينا نتحدث على مستوى شهر. اللي أهله تجار أو بالصناعة بكون عندهم إنتاج معين، بقول لك لازم أبيع مثلاً، افرض إن واحد عنده مصنع ألواح الخام، بيجي بقول لك أنا لازم أبيع لي 100 لوح بالشهر تأطلع رأس مالي. بعديها شو ما ببيع بعد المئة روح بعد المئة لوح بكون مربح إلا. وهكذا دوليك في كثير من الصناعات، بيعرف الإنتاج قديش لازم ينتج ويبيع، قديش لازم يبيع إنتاج تا يرسمل، بيسموه رسمل، رسمل يعني يطلع رأس ماله لذلك الشهر. الآن هذا الإنتاج الشهري بسميه the break even point، the point at which يكون رجع التكاليف الإنتاج تاعته. لاحظوا عندنا هون كيرفين رئيسيات، عندنا هذا الكيرف اللي بيبدأ من الصفر مع التايم، زيرو كاش زيرو تايم، أوكي، اللي هو التوتال إنكم. كيف يعني توتال إنكم؟ أنتجت 100 وحدة بعتهم بسعر معين، هذا الإنكم تاعي. أنتجت 200 وحدة، هذا الإنكم تاعي. أنتجت 300، هاي الإنكم تاعنا. أنتجت 400، هاي الإنكم تاعي. هذا الإنكم بمعنى مش صافي الدخل، لا، هذا جروس، أوكي، الإنكم الإجمالي. أوكي، الآن إذا أنا لما ببدأ أنتج، لما ببدأ أنتج هذا الإنتاج ببيع، وبالتالي بصير في عندي دخل. إذا ما أنتجت صفر، بكون الدخل تاعي صفر. فإذا هذا الخط يمثل المبيعات تاعتي من غير تكاليف الإنتاج. طيب الآن تكاليف الإنتاج، إذا كانت تكاليف الإنتاج بهالشكل هيك، يعني إيدي مش عم ترسم مليح، بصير هذه النقطة نقطة تقاطع تكاليف الإنتاج، ما تقاطع المبيعات، الإنتاج ساوى المبيعات، يعني تكاليف الإنتاج تساوت مع المبيعات، بصير هذا هاي هذا الكمية اللي أنتجتها، أوكي، وطلعت راسي براس، هذا طبعا الدخل تاعي وبرضو هذا المصروف تاعي، وبالتالي أنا دخلي ومصروفي تساوى. تكلفت 30,000 دولار وبعت ب30,000 دولار، فبكون أنا شو طلعت؟ راس براس. هلا بس أنتج زيادة، أنتج وأبيع طبعا، مش بس أنتج وأخزن، أنتجت وبعت دخلت في المربح. طيب الآن بدي أصحح هذا الكلام. أنا في الرسم الثاني هذا بلشت من الصفر، قلت إذا أنت ما أنتجت ما بعت،
طيب إذا ما أنتجت هل تكلفت؟ أنا ما أنتجت. آه طبعا أتكلفت. آه شو اللي تكلفته؟ كل الأشياء السابقة. إيش اللي تكلفته؟ أنا ما أنتجت. ما أنتجت يعني ما بعت، دخل ما فيش. طب مصروف، في مصروف، ما أنتجت. دكتور من عند من عند اللاند لعند الورك كاباسيتي. لا مش عند اللاند، في إشي عندي بنسميه fixed costs. كيف يعني fixed cost؟ في أشياء ما لها علاقة في الإنتاج. مثال الحارس، أنا ما عم بنتج، مش عندي حارس. هلا يعني بكون مش حارس واحد، بكون عندي طاقم أمني بالمصانع الكبيرة. بس خذ على مستوى مصنع صغير، يعني عبارة عن هنجر، لما بسكر الباب أقلها عنده حارس. إذا كانت معداته غالية لازم يكون في عنده حارس، يعني مش بحط قفل على الباب وبروح، خاصة اللي بيشتغل 24 ساعة مثلا. أنا ما اشتغلت بسكر، مينيموم عندي حارس. أقول لك مينيموم عندي إنارة ليلية، يعني عندي فاتورة كهرباء. مينيموم عندي شو بسموها، مدير للمصنع. صحيح ما عم نشتغل صحيح، بس بضل في مدير، ما المصنع ما بيشتغل. طب واذا ما بيشتغل ايش من بيصير؟ يعني ما فيش مدير للمصنع. لما بدنا نيجي نشتغل انا صاحب المصنع، بدي اجي اشتغل بعد ادور على مدير. فعلى الاقل في عندي مينيموم نمبر اوف امبلويز، اوكي، سواء انتجت ولا ما انتجت موجود. هلا بس لما ابدا في الانتاج بجوز ازيد عدد العمال، اوكي، اللي لهم علاقه في الانتاج. فاذا انا في عندي fixed cost. في بعض المعدات بتفقد من قيمتها حتى لو ما اشتغلت. زي ايش بتفقد من قيمتها حتى لو ما اشتغلت؟ ايش بتعرفوه انتم؟ سيارات. السيارات نعم بيطلع موديل جديد، بس احنا يعني بالمعدات الصناعيه ما في شيء اسمه يعني بشكل عام موديل جديد. يعني بالزمانات اشتريت تراكتور زراعي، ما كانش عندنا خبره في المعدات هاي، فبساله موديل كم، موديل اي سنه؟ فكر التراكتور زي السياره. فضحك علي صاحب المعرض او وكيل التراكتورات، هذا تراكتور ياباني، ضحك قال لي ما في شيء اسمه موديل اي سنه، هذا في شيء اي سنه تصنع، تصنيع اي سنه، بس هو نفس الموديل تاع سنه الثمانين، هو نفسه تاع التسعين، هو نفسه تاع الالفين، نفس الموديل. كل 10 سنين تيحدثوا في الموديل تاعه. هذا غير عن السيارات التجارية زي الكيا والهونداي ومش عارف ايش، هذا كل سنة بيغيروا ولو شيء بسيط، فبصير يفرق الموديل عن الموديل. طب افرض انه ما غيروش شيء، يعني سنة تاعت 2020 و 2019 و 2018 هي نفس السيارة بالضبط اختها. بالتالي لما بدك تيجي تبيعها بصير بس قديش استعملتها، وليس موديل اي سنه. هلا في المضخات ما في شيء اسمه موديل، يعني انها جديده او قديمه، يعني سواء اشتريتها اليوم او اشتريتها السنه الماضيه، طالما انها من الصندوق طالعه ومخزنه صح لها نفس القيمه. خلاف السيارات التجاري هذا، لانه بيغيروا في الشكل فبتفقد من قيمتها، يعني مجرد ما ينزل الموديل الجديد القديم دغري نزل سعره مثلاً 5% ولا 10% ولا whatever. طيب بس في إشي ثاني بتعرفوه أنتو، حتى لو ما استعملته بيفقد قيمته، بنحكي عن صناعة، مش ضروري صناعة بس يعني مرتبط بالصناعة. انسوا الصناعة، إشي بيفقد قيمته من غير ما تستعمله. افرض أنك اشتريت جهاز كمبيوتر وضله في الصندوق تاعه في الكرتوني، وجيت بعد سنة بدك تبيعه من الكرتوني بعد جديد براند نيو، بنباع بنفس السعر اللي انت اشتريته فيه؟ لا أقل. ليش؟ ليش لا؟ أقل طبعا أقل. ليش أقل؟ صار في كمبيوترات جديدة نزلت بالفترة هذه، مش بس جديدة، تغيرت التكنولوجيا. زي الخلويات، اشتري خلوي جديد خليه بعلبته، بعد سنة قيمته بتنزل للنص تقريبا، يعني على الاقل 20-30%. ليه؟ لانه هذا كل 6 اشهر بنزل موديل جديد، وبالتالي حتى لو ما استعملته بعده بعلبته جديد بيفقد من قيمته لانه التكنولوجيا بتتغير. فاذا
في عندنا fixed cost، انتجت ولا ما انتجت هاي علي، وبالتالي بصير اوكي الصفر تاعي لما بكون ما عم بنتج انا بتكلف that much، وبالتالي التوتال برودكت كوست بدايته مش من الصفر، بدايته من نقطة أعلى من الصفر. مشينا هيك أنتجنا بعنا نقطة التقاطع هاي اللي هي بنسميها البريك إيفن بوينت، وبتنحسب يأخذ فيها بعين الاعتبار الفيكس كوست وشو بسموها تكلفة الإنتاج لليونت، وقديش أنت بتبيع اليونت إلى حسبي، بحيث أنك تطلع كم لازم تنتج وتبيع شهري، لأنه إحنا متحدثون عن شهري في أيها شهري، بحيث أنك تطلع رأس برأس. هاي بنسميها break even point. Don't confuse it with the payback period. Don't confuse it with the payback period. هاي payback period time. Break even point عبارة عن rate of production. نيجي الآن نتحدث عن types of capital cost estimates. Cost estimates. إذا تتذكروا جزء من عملية evaluation للمصنع، جزء من الخطوات تاعت المصنع plan design، بدنا نعمل evaluation economic evaluation للمصنع، وكان عندنا نقطتين في preliminary evaluation وفي evaluation فيما بعد. هلا البريليمينري ايفالويشن والايفالويشن اللي فيما بعد هذول عباره عن كوست استيميتس، نوعين مختلفات من الكوست استيميتس، وبالتالي نتحدث عن انواع الكابيتال كوست استيميتس. في عندنا خمس انواع. في شيء بنسميه اوردر اوف ماجنيتود كوست استيميت، في شيء اسمه ستادي استيميت، في شيء اسمه بريليمينري استيميت، في شيء اسمه ديفينيتيف استيميت، وفي شيء اسمه detailed estimate. هذول عبارة عن خمس أنواع من الكوست estimates، والفرق بينهم بالدقة. الorder of magnitude estimate مبين من اسمه order of magnitude، قديش بكلف المصنع كorder of magnitude، تقول 10 مليون. هاي 10 مليون ممكن تكون 15، ممكن تكون 5، بس 10 مليون ما بتصير مليون. هذا أنا هذا order of magnitude estimate. كل واحدة من هذول estimates لها درجة من الدقة. الأولانية it is based on similar previous cost data. The estimate accuracy is greater than plus minus 30%. فلو أنا قدرت التكلفة 10 مليون بتكون هاي plus minus أكثر من 3 مليون. 10 زائد ناقص أكثر من 3 مليون. يعني ممكن يكون 13، 14، 15، ممكن يكون 7، 6، 5 مليون. بس يعني هي الفكرة هون أنك تعمل تقدير أولي للمصنع. هذا شو بيلزمه معلومات؟ بلزمه it is based on similar previous cost data. يعني بده يكون المصنع هذا مش لأول مرة فكرة جديدة، مش فكرة جديدة 100%. بدي اعمل مصنع أسيتون. الأسيتون ليس مادة جديدة، في مصانع كثير في العالم تعمل أسيتون. رأس مالها جيب لك تكلفة أكثر من مصنع بعدة capacities بdifferent times، ومنعدل على موضوع التايم، على موضوع الكاباسيتي، وممكن على اللوكيشن كمان، بس هذه بصير أصعب. وبعطيك أنا accuracy within plus مش عفواً within أكبر من plus minus 30%. نيجي للنوع الثاني، هلا منفصل فيهم بعد شوي أكثر منه. في شيء اسمه study estimate. هذه is based on knowledge of major items of equipment. يعني بدي يكون في عندي flow sheet، process flow diagram. يظهر على البروسيس فلو دايجرام، اذا بتتذكروا بنحط احنا على البروسيس فلو دايجرام الميجر ايكويبمنت، يعني من بامب واطلع، ما بنحط الفالفز، ما بنحط التفاصيل. فبالتالي بما انه في عندي بروسيس فلو دايجرام يظهر عليه المعدات الرئيسيه، بتعمل سايزنج لها، سايزنج اولي. بناء على السايزنج الاولي البريليمينري سايز بامكانك تطلع السعر تقريبي، ومن السعر التقريبي للمعدات في هناك قوانين أو علاقات بتطلع تكلفة المصنع. الأكيوراسي عندك بتكون up to plus minus 30%. لاحظوا شو الفرق بين هاي 30% وال 30 اللي فوقها. هون within 30%، هاي within، هاي أكبر من.
فلما أقول المصنع بكلف 10 مليون هون، العشرة مليون ممكن تصير أكبر من 13 أصغر من 7، يعني ممكن تكون 14 15، هاي ممكن يكون 6 ممكن تكون 5. لاحظ الرينج تاعي كبير، أوكي. بس أنا عم بتحدث عن 10 مليون، ممكن توصل ل 15 تنزل ل 5، عشان هيك بنسميها order of magnitude. هاي بتنعمل بسرعة، هاي يعني إذا الواحد في عنده data can make it in يعني within minutes. طبعا within minutes بس لما بدك تكتب تقرير تقعد فيه يمكن يوم وانت تكتب إذا مش أكثر. الستادي استيميت لا، بده شوية ديزاين مبدئي للمعدات الرئيسية، وبالتالي لما أقول بكلف 10 مليون بصير plus minus 3، يعني بتتحدث أنت من 7 إلى 13، غير عن أكبر من 7 أو عفوا أصغر من 7 أكبر من 13 اللي هو الدقة. تلاحظوا هو من 5 إلى 15، ممكن تكون من 4 إلى 16، يعني رينج واسع. يعني هي 10 ممكن تكون 4 ممكن توصل 16، هاي أكبر من 30% يعني واسعة المفتوحة نوعا ما. النوع الثالث اللي هو preliminary estimate، هذا الثالث it's based on sufficient data to permit the estimate to be budgeted. Okay. Well, accuracy is within 20%. شبيه بالstudy estimate، نشوف فيما بعد شو بيلزموا من معلومات. احنا لازم نوقف هون بس خليني اكملهم. Definitive estimate it is based on almost complete data but before completion of drawings and specifications. Okay. وdetailed estimate آخر واحد هون اللي هو based on complete engineering drawings, specifications and site surveys. والaccuracy مش 50% لا، هاي5%. Okay. Within 5%. في المحاضرة الجاي إن شاء الله بنكمل من عند هذه النقطة، يعني ساعتها بنتحدث هذا الكلام شو التفاصيل تاعته شو بيلزم فيه. أوكي. نحكي عنه في المحاضرة الجاي إن شاء الله. يعطيكم العافية، السلام عليكم.